مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، حلقه جديده من برنامج السادسه، وطبعا الف مبروك لكل مصري على انجاز منتخب اليد. طبعا كلنا فخورين، كل مصري بيشعر بفخر كبير بعد الفوز امبارح او التاهل لدور ربع النهائي في مونديال اليد بعد التعادل طبعا مع منتخب سلوفينيا. مباراه كانت كبيره وكانت يمكن صعبه على المنتخب المصري، ولكن الرجاله اللي شفناهم في ارض الملعب كان كل العزيمه والاصرار والروح العاليه، روح المصريين هي اللي كانت العنوان في مباراه امبارح. الحقيقه كلنا كنا شايفين قد ايه الرجاله دول كانوا بيعافروا لاخر لحظه، وكانوا قد المسؤوليه فعلا، وعارفين ان كل المصريين في ظهرهم وبيشجعوهم، وكل المصريين مستنيين الفوز ده او التعادل ده اللي بيكفي لضمان التاهل للدور ربع النهائي. ايوه، المنتخب المصري ضمن افضل 8 في العالم ومع الكبار في مونديال اليد اللي جاي صعب، لانه منتخب الدنمارك هو حامل اللقب. ويمكن من امبارح كلنا بنتكلم على قد ايه المباراه اللي جايه صعبه، وكل المصريين جابوا تاريخ حارس مرمى منتخب الدنمارك، واللي يقول لك ده زي بوفو، واللي يقول ده لو شاط عليه كره تنس هيصدها. بس اللي احنا شايفينه انه في الاخر عندنا مباراه 7 لعيبه قدام 7 لعيبه، والروح اللي شفناها في مباراه امبارح تخلينا تقول ان المنتخب ده قادر ان هو يعدي اي منتخب حتى لو كان حامل اللقب. مساء الخير على حضراتكم مره تانية، ومساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير ساره، ومساء الخير على كل اهلاويه اللي بيتابعونا. يعني هي مباراه كانت صعبه جدا، واعتقد المصريين كلهم خصوصا في الشوط الاول المرهق اللي استنزف يعني اعصابنا واتحرق فيه دمنا، وما كناش راضيين عن الاداء، وكنا حاسين ان احنا بعيد، وكنا حاسين المنتخب اللي احنا شايفينه وبنشوفه في ماتش او في الشوط الاول من ماتش سلوفينيا مش هو المنتخب اللي شفناه من اول ما بدات البطوله. لكن الاهم ان احنا قدرنا نرجع، وده في حد ذاته مكسب كبير جدا، ويؤكد على نقطه مهمه جدا سواء كنا بنتكلم في هاندبول او غير هاندبول، اهميه الروح. انا بيتهيالي انه اللي حصل امبارح ده لا ليه علاقه بفنيات، ولا ليه علاقه بمستويات لعيبه، ولا ليه علاقه بخطه لعب، ولا ليه علاقه بتبديل وتوافيق ونزول لعيبه وخروج لعيبه ثانيه. انا بيتهيالي انه الانجاز اللي حققه المنتخب مصر في الشوط الثاني اختصاره هو الروح، عودة الروح، والروح دايما هي اللي بنراهن عليها. مبروك لمصر، ولو ان طبعا احنا عارفين انه الدنمارك منتخب يعني مصنف اول حامل لقب جاي مصر عشان يشارك في بطولة العالم، وهو جايب معاه كاس البطولة اللي فاتت، لكن في جميع الاحوال رجالتنا عملوا عليهم وزياده. كنت اتمنى ان المباراه تخلص بالفوز، وكنا نستحق الحقيقه ان احنا ننهي المباراه فايزين، لكن قدر الله ما شاء فعل. كل التهنئه للمصريين على التاهل، مصر من ضمن الثمانيه الكبار، ويمكن يكون مواجهه الدنمارك ليها ناحيه ايجابيه ناس كتيره جدا مش شايفاها، فكره انك انت بتلعب بطل عالم. انا بيتهيالي دي ليها ناحيه ايجابيه، صحيح المباراه صعبه، وصحيح بمقاييس القوه حساباتها معقده، لكن انا بيتهيالي انها هتخفف شويه من حاله الضغط العصبي على اللاعبين. يعني هيلعبوا مباراه للمتعه وللشهره، وده ممكن في اوقات كتيره جدا يكون مفيد. كل التوفيق لابطالنا ان شاء الله في مشوار كاس العالم، وبنحلم ولسه بنحلم، والمصريين عندهم امل كبير، احنا ما فقدناش الامل. الخطوه اللي جايه صعبه، لكن المصريين ان شاء الله باذن الله قادرين يحققوا المستحيل. مبروك لمصر مره ثانيه، وان شاء الله بكره عندنا حدث طبعا مهم جدا جماهير النادي الاهلي بتستناه، مش من نهايه ماتش المقاولين، يمكن بتستناه من اول ما السيزون ابتدى. يعني انا بيتهيألي بكره طبعا مهم بالنسبه للجمهور ان هم ياخدوا الثلاث نقط، مهم جدا لجمهور نادي الاهلي ان هو يحافظ على الصداره، لكن الاهم ان احنا نكسب بيراميدز. قبل ما اتكلم كوره، في نقطتين مهمين جدا. التحكيم، لانه حضراتكم عارفين ان التحكيم خد جزء كبير جدا، وكان الشغل الشاغل لوسائل الاعلام والمسؤولين في الانديه والاجهزه الفنيه وللجماهير، وكان محل انتقادات كبيره جدا. اتمنى المباراه الاخيره للنادي الاهلي قبل ما يشد الرحال على قطر عشان يشارك في كاس عالم الانديه، اتمنى انه التحكيم يكون عادل في مباراه شديده الحساسيه، وحط بين شديده الحساسيه دي قوسين، الجمهور فيها صعب انه يقبل خطا تحكيمي يكون مؤثر او يبان انه في شبه التعمد، ونتمنى كمان انها تكون مباراه نظيفه، بمعنى انه مع كامل الاحترام طبعا لفرقه بيراميدز، وهي واحده من الفرق المفترض انها بتنافس النادي الاهلي وبتنافس نادي الزمالك بحكم التدعيمات وبحكم الصفقات، لكن في النهايه انت بتلاعب بطل مصر وبطل افريقيا اللي رايح يمثل القاره في بطوله العالم للانديه، فنتمنى ان شاء الله مباراه نظيفه خاليه من الاصابات.
شئنا ام ابينا. طبعا مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه ليها طبع خاص عند الجماهير وليها حساسيه خاصه، وجمهور الاهلي الحقيقه ما يقبلش فيها غير الفوز، واحنا ثقه كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي انه مهم جدا الفوز في مباراه بكره، مش بس عشان زي ما بنقول هي مباراه ليها طبع خاص، لكن كمان علشان دي دايما بنقول البروفه الاخيره قبل كاس العالم للانديه، مهم جدا نظهر بشكل يليق باسم النادي الاهلي، وكمان ان احنا نروح الكاس العالم للانديه البطوله دي بمعنويات مرتفعه جدا. طيب نفكر حضراتكم بسؤال الحلقه المستمره معانا لغايه بكره ان شاء الله، بنطالب حضراتكم باختيار افضل 3 لاعبين في ماتش الاهلي والمقاولون العرب الاخير على صفحتنا على الفيسبوك، على صفحتنا على تويتر، على صفحتنا على الانستجرام. مطلوب من حضراتكم على البوست ده التعليق واختيار افضل 3 لاعبين، ومع كامل الاحترام والتقدير للناس اللي بتختار، لانه يعني الموضوع بقى فيه عدد كبير من الناس الحقيقه حريصه انها تشارك، احنا بناخد اول 3 لاعبين فقط، يعني مفيش داعي الناس اللي بتكتب 4 و5 اسماء، هم اول 3 اختيارات هم اللي بنعتبرهم مركز اول وثاني وثالث، والتصويت مستمر لغايه بكره الى ما قبل بدايه مباراه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله. نبدا حلقتنا مع حضراتكم ونروح لاهم الاخبار والعناوين. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز. سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بيراميدز وإعادة مسحة أكرم توفيق. الأهلي يحصل على شهادة الأيزو كأول نادي رياضي عربيا وإفريقيا. الجبلاية يقرر إقامة مباريات كأس مصر بدون الفار ما عدا مباراة النهائي. اتحاد الكرة يشترط 10 حالات كورونا لتأجيل مباراتين لأي فريق بالدوري. رسميا تشيلسي يعلن إقالة لامبرد والكلام حول تولي توخيل المسؤولية. احنا عايزين ايه من ماتش بكرة؟ طبعا عايزين نكسب، يعني ده سؤال هتلاقي اصغر حد بيشجع النادي الاهلي مستني ماتش بيراميدز بكرة، والحقيقة مباراة بالنسبة للجمهور مهمة جدا باعتبارات كتيرة جدا، انا مش هدخل في التفاصيل، لكن الاهم بالنسبة لي ان انا اقول اتمنى ان شاء الله باذن الله ال 90 دقيقه اللي يقدمهم رجاله الاهلي بكره في الملعب يبقوا انتهاء من ال 45 دقيقه اللي ختمنا بيهم ماتش المقاولين. الروح دي لو موجوده اعتقد سيبكم بقى من الاسماء وسيبكم من الخطط وسيبكم من الامكانيات الفنيه والبدنيه والمهاريه، روح الاهلي تحسم الموضوع. نتمنى ان شاء الله فريق الاهلي يتوفق بكره، ومهم جدا مش بس كمان عشان المباراه بين الاهلي وبيراميدز، ومش بس كمان عشان تسافر وتبعد عن مسابقه الدوري وانت متصدر، لكن كمان عشان تروح قطر وانت يعني روحك المعنويه عاليه، مش سايب وراك مشاكل، مش سايب وراك ديول، تروح وانت مأمن الدنيا، اعتقد تفرق وتاثر بشكل كبير، ولا ايه رايك يا ساره؟ لا انا معاك طبعا، هو الموضوع ليه جانبين، الجانب فعلا الاول ان انت عايز تروح كاس العالم للانديه وانت متصدر وانت مطمن على الدوري، خصوصا بعد التعادل الزمالك مع اسوان انت خلاص متصدر الدوري وبتعزز الصداره دي، وفي نفس الوقت احنا عايزين نطمن على فرقتنا قبل كاس العالم للانديه، عايزين نروح بمعنويات مرتفعه جدا، وعايزين طبعا نشوف النادي الاهلي في افضل حال، ولاعيبتنا عارفين كويس قوي ان هم مش بيمثلوا نفسهم في مباراة زي دي أو في بطولة زي بطولة كأس العالم للأندية، هم بيمثلوا طبعا جماهير النادي الأهلي اللي قاعدة على أعصابها الحقيقة من النهاردة أو من قبل كده كمان لبطولة الدوري اللي احنا عايزين نحافظ عليه الموسم السادس على التوالي، وكمان كأس العالم للأندية. خدي بالك واحد من المكاسب كمان المهمة أنك أنت بتضعفي جدا من أمال بيراميدز اللي كتير من النقاد والمحللين والإعلاميين كانوا شايفين أنه هيبقى فرس الرهان الثالث في سباق الدوري، لكن نتائجه في بداية الموسم كانت ضعيفة إلى حد كبير، احنا نتكلم عن 3 فوز 4 تعادل خسارة، لو الأهلي كسب بكرة يبقى خسارتين، وبكده يعني بتبعدي واحد من المنافسين الرئيسيين عن مشوار الصراع على بطولة الدوري، ودي واحدة من أهم المكاسب. ومهم جدا انه زي ما قلت في البدايه انه التحكيم في المباراه دي يكون عادل، النادي الاهلي مش عايز اكتر من العدل ولا غير العدل، يعني ما يكونش فيه فعلا اي خطا تحكيمي يخلي النادي يخسر ولو نقطه واحده، ده مهم جدا في مباراه حساسه زي دي، والحقيقه في كل المباريات مش بس مباراه الاهلي وبيراميدز. خلونا نبدا اخبارنا وحضراتكم نقول لحضراتكم انه فريق كره القدم بنادي الاهلي هيدخل النهارده بالليل يوم الاثنين معسكر مغلق استعدادا لمباراه بيراميدز المقرر ليها طبعا الساعه 7:30 بكره الثلاث باستاد الدفاع الجوي في الجوله 10 للدوري، ودي المباراه اللي بيتطلع فيها الاهلي ان هو يحقق الفوز من اجل مواصله
بطوله الانتصارات المحليه واللي كان اخرها الفوز على المقاولين العرب في الجوله التاسعه للدوري. والروح اللي شفناها في مباريات المقاولين وخصوصا في الشوط الثاني بنتمنى ان هي دي اللي نشوفها الفتره اللي جايه على طول في النادي الاهلي، مش ان احنا نبقى متاخرين ونرجع، ولكن الروح بتاعت ان انا مش هخسر نقطه ومش هخسر اي مباراه. طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح يدينا فكره عن تمرينه النادي الاهلي النهارده. فاروق مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، مساء الخير على زميلتي العزيزه ساره محسن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك فاروق. يعني مباراه مهمه جدا بالنسبه للجمهور بكره، اخر مباراه قبل ان شاء الله ما نبتدي مشوار كاس العالم للانديه. مباراه ديربي انا بسميها الحقيقه، انه اعتقد انه الاهلي بيراميدز بقت مباراه ليها طعم خاص والجمهور بيستناها بشكل كبير. ازاي تابعت استعدادات الفرقه وهل شفت اي تحضيرات خاصه بخصوص يعني او مرتبطه بمواجهه بيراميدز بكره ان شاء الله؟ يعني خلينا انا عايز يعني اخد من كلامك يا احمد ومن كلام ساره وبخصوص التحضيرات، يعني انا مش هزيد على الكلام اللي قلتوه، وبالفعل ده كان قبل يعني اكثر حديث مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين وعمليه الربط ما بين الشوط الثاني في لقاء المقاولون العرب وان انا انهي بالشكل ده، وده كان كلامه مع اللاعبين ان هي دي شخصيه النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي، وهو ده اللي دايما ان النادي الاهلي بيتوارثه جيل بعد جيل، ودايما ان لعيبه النادي الاهلي لازم يكون عندها الشخصيه دي ولازم يكون عندها الحماس ده والدفاع والدافع ده، في نفس الوقت ربط ما بين هذا الامر وما بين التحضير لمباراه بيراميدز. يعني النهارده مستر بيتسو موسيماني كان ده كان يعني محور كلامه مع اللاعبين في المحاضره الفنيه اللي سبقت التدريب الفريق اليوم، اتكلم طبعا على اهميه المباراه ومباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، وحرص ان هو يعني ياكد على اللاعبين ان انا لازم قبل التوجه الى قطر ان انا اكون على قمه الدوري، احافظ على الصداره، اعتلي صداره الدوري واحافظ على القمه اللي النادي الاهلي طبعا يعني ان شاء الله هيستمر عليها ان شاء الله لنهايه الموسم ويحقق بطوله الدوري. كان حريص ايضا ان هو يتكلم مع اللاعبين على التحفيز والعامل النفسي، ودي من الامور المهمه جدا. يعني انا يا احمد عايز يعني اشيد بيها ان مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين او اللي عارف شخصيه النادي الاهلي وعارف طبيعه النادي الاهلي وعارف ازاي يطلع من لعيبه النادي الاهلي العامل النفسي، كان حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين على هذا الامر، طبعا خفف الضغوط عن اللاعبين بخصوص المباراه، قال لهم مباراه بثلاث نقاط زيها زي اي مباراه، احنا واجهنا الفرق سواء المحله سواء فريق سيراميكا سواء فرق المقصه، طالب اللاعبين مش بالفوز وبس، لا طالب بالفوز وبالاداء وان انا اسيب انطباع للجماهير وانطباع للفرق اللي هتواجهني في كاس العالم للانديه ان النادي الاهلي فريق كبير طبعا وشخصيته وقيمه النادي الاهلي. النهارده المران انطلق مستر بيتسو موسيماني عقب المحاضره الفنيه، طبعا احتفل اللاعبين اليوم بعيد ميلاد ميتشيل يانكون مدرب حراس المرمى وايضا محمد هاني، احتفل سريعا اللاعبين بهذا الامر ثم انطلق المران. كان حريص مستر بيتسو موسيماني في يعني التحضير اليوم يا احمد برضه عشان اتكلمت على التحضيرات، التحضير مختلف شويه، مستر بيتسو موسيماني في بعض الجمل الفنيه ان شاء الله اللي هتتطبق غدا في لقاء بيراميدز، ايضا الراجل ارتكز على الكرات الثابته وافرض لها مساحه كبيره جدا في نهايه المران على التركيز على الكرات الثابته والتنويع بكل اللاعبين، اقدر اطمنك برضو على حاله اللاعبين وجاهزيه اللاعبين، يعني تشوف ملامح وجوه لعيبه النادي الاهلي في تركيز موجود في تصميم في اصرار عند لعيبه النادي الاهلي. من النقاط المهمه جدا برضو يا احمد ويسار عايز اتكلم فيها عمليه التجديد المبكر اللي النادي الاهلي عملها لعقود اللاعبين خاصه اليو ديانج وحمدي فتحي وقبلهم علي لطفي ومحمد شريف، عايز اقول لك ان ده مدي انطباع مهم جدا عند اللاعبين، ارتياح نفسي عند اللاعبين، يعني تشوف حمدي فتحي ان اليوم في المران او اليو ديانج او محمد شريف لا في ارتياح نفسي، خطوه من الخطوات المهمه جدا اللي تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن ملف الكره في النادي الاهلي. ايضا النهارده مستر بيتسو موسيماني يعني اجتمع كده للحظات في ارض الملعب مع محمد شريف بحضور الدكتور عمرو محب، وحب ان هو بيوجه بعض التعليمات، وكان موسي محلل الاداء موجود يعني بيشرح على السبوره لمحمد شريف بعض الامور اللي هو التكتيكيه اللي بيطالبوا بيها سواء في اختراقاته سواء في التحرك بتاعه سواء في عمليه التبادل المراكز ما بينه وما بين لاعبي الاطراف الملعب، يعني اختص محمد شريف وايضا اختص يعني كان في بعض الكلام مع اليو ديانج مع السوليه اللي يعني عايز ابشر ان السوليه ما شاء الله يعني فورمه السوليه اللي هو عليها ان شاء الله النهارده، ايضا اجاي شارك في المران بشكل كامل وكان واحد من اللعيبه المهمه جدا، خلاص حاله التجهيز اللي عليها اللاعبين حاله التركيز والتصميم عند اللاعبين،
ايضا يا احمد عايز اطمنك على وليد سليمان. يعني انا كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله، وطبعا اتكلمنا يعني بكتير من التفاصيل، اتكلمنا طبعا على سلبيه مسحه لاعبي النادي الاهلي جميعا باستثناء اكرم توفيق اللي هيغيب عن احداث اللقاء لايجابيه مسحه. ايجابيه ولا اعاده؟ يعني اتاكد اكرم من... خلاص لا لا اكرم ايجابي، مسحه اكرم توفيق ثبتوا ايجابيه، ايجابي هيغيب عن اللقاء. الف سلامه يا كابتن اكرم، هنفتقدك الحقيقه الفتره اللي جايه، على الرغم ان هو ابتدى يدخل مع الفرقه وابتدى يكون ليه مردود كبير، لكن الف سلامه على كابتن اكرم توفيق. بشكر زميلنا فاروق صلاح، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده واستعداده بقى هيدخل معسكر مغلق لغايه موعد المباراه بكره. الماتش بكره هيكون 7:30 ان شاء الله. طيب خليني اقول لحضراتكم، ومفيش شك والحقيقه بعيدا عن حتة المنافسة، يعني أنا عارف إن المنافسة في وقت من الأوقات ممكن تخلق عصبيات، لكن لما تبعد شوية عن أجواء المنافسة بين الأندية وبين بعضها، مفيش حد ممكن ينكر إلا جاحد الحقيقة إنه النادي الأهلي يعتبر المصنع الأول في تقديم الأبطال في مختلف الرياضات على مر العصور كلها. المؤسسة دي، الكيان ده، الهرم الرابع ده اللي ادى مساحة وادى فرصة لمصر والمصريين إنها يكون ليها مكانة دولية في مختلف الألعاب الرياضية، اعتقد وبالتاكيد على مدار ادارات متعدده ساهمت اداره بعد اداره في ان احنا نوصل او الاهلي يوصل للمكانه اللي بيستحقها. النهارده بالمناسبه اداره النادي الاهلي حصلت على شهاده المطابقه مع المواصفات الدوليه اللي هي معروفه طبعا بالايزو، عشان يكون الاهلي هو اول نادي رياضي في الوطن العربي في قاره افريقيا يحصل على الشهاده دي، اللي بتاكد على رغبه كل المسؤولين وكل القائمين على النادي ان هم يحطوه في المكانه اللي بيستحقها. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من كلمه محمود الخطيب بنفس يعني بهذه المناسبه، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. في البدايه طبعا برحب بمجموعه عثمان بي وشركه ام اي اس في احتفاليه اعتقد بالنسبه لنا شيء بيسعدنا وشيء بنتطلع ليه دايما كنادي اهلي، ان احنا ازاي يبقى لينا ادوار مش بس رياضيه، ادوار رياضيه اداريه، ادوار مع العاملين في النادي، ادوار مع اعضاء وجماهير النادي. لازم النادي الاهلي يكون عيله واحده ومنظمه واحده. الحقيقه يمكن الكلام ده ابتدى من حوالي يمكن اكتر من شهر وشويه، المهندس خالد درندلي كان كلمني وقال لي عثمان بيه يعني بيفكروا ان شايفين النادي الاهلي مؤسسه كبيره وعايزين يشوفوا النادي الاهلي يستحق ان يكون هناك المؤسسه الكبيره دي، يكون هناك شهاده عالميه شهاده الايزو. فطبعا بشكرهم جدا انهم فكروا في النادي الاهلي، وفي الفتره دي اكتر من شهر تقريبا بقى في ادوار كثيره جدا من مجموعه العمل اللي انا بشكرهم جدا كل واحد فيهم الحقيقه بتاعه الشركه اللي مع عثمان بيه، على اساس ان هم تواجدوا في النادي تقريبا يوميا، تواجدوا في النادي مع منافذ البيع في النادي، مع الادارات المختلفه في النادي، فقدروا ان هم يكونوا فكره حقيقيه عشان هم كمان يكونوا صادقين في التقرير اللي بيرفعوه. والفكره الحقيقيه ديت هي اللي وصلت الناس اقتنعوا بيها في المنظمه العالميه، اقتنعوا بهذا الامر بعد تقريرهم الحمد لله، انهم شافوا على ارض الواقع ان النادي الاهلي له اسس وله اسلوب متطور تقريبا يعني اداريا الحمد لله. وطبعا ده مش عايزين نقف يعني، اذا كان في زي ما بيقول دلوقتي عثمان بيه هي دي مرحله اولى، لكن التطور دوت او الاسلوب الاداره ده او اسلوب التعامل مع اعضاء وجماهير النادي، المنافذ اللي موجوده في النادي كيفيه عملها ازاي، دي بدايه. لان اذا كنا بناخد النهارده يكون في يعني بنحمد الله سبحانه وتعالى ان النادي الاهلي يكون هناك شهاده عالميه او الايزو العالميه تكون للنادي الاهلي، هذا امر يسعدنا جدا، بس بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا ان القادم لازم يبقى احسن من كده، والافضل لازم دايما يبقى فيه يعني. طب وانا بشكرهم لان هم يعني الحقيقه شافوا النادي الاهلي كمؤسسه كبيره، يعني فكروا الاول يشوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي الاول، فده شيء انا يعني بيسعدنا جدا كمجلس اداره. كان بشكر مجموعه العمل اللي اشتغلت في خلال اكثر من شهر مع مجموعه العمل الشركه، بشكركم جدا على كل اللي قمتوا بيه، دي مسؤوليه كبيره. بكرر شكر تاني لعثمان بيه ومجموعه الشركه كامله، وان شاء الله يكون زي ما قال عثمان بيه كده دي بدايه
تطور إداري ورياضي ومجتمعي آخر للنادي الأهلي ما يليق بالنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه. بشكركم جدا مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولية كبيرة جدا على الحقيقة كل مسؤول في النادي الأهلي، وعلى رأسهم طبعا كابتن محمود خطيب رئيس مجلس إدارة النادي، الحقيقة اللي بيحط في اعتباره إرضاء قطاعات وجماهير عريضة جدا في كل مكان وفي كل اللعبات. مطلوب من النادي الأهلي في كل مباراة بياخدها في أي رياضة في أي مرحلة عمرية إنه يلعب على المكسب وإنه يلعب على البطولة، وفي نفس الوقت اهتمام كبير جدا ب الكيان نفسه وتطوير البنية التحتية فيه، وخطوات كتيرة جدا أعتقد اتحققت، بصمات الحقيقة تحسب لكابتن محمود الخطيب والمجلس إدارته اتحققت في الأفرع المختلفة للنادي الأهلي، ويمكن اترجمت لفوز النادي بالأيزو، أو الحقيقة يمكن ده بيترجم حاجات كتيرة جدا وخطوات كبيرة جدا بيقطعها النادي الأهلي في سبيل تطوير المنظومة الخاصة به. فخر كبير ان الاهلي دايما سباق يعني وصاحب الرياده في كل المجالات مش بس الرياضيه، وده بيخلينا نشعر يعني بان احنا فخورين ان احنا بننتمي للكيان ده. خلينا نروح للجنه الثلاثيه لاداره اتحاد الكره، واللي قررت اقامه مباريات كاس مصر الموسم ده بدايه من الدور ال 32 من غير تقنيه الفيديو او الفار، يعني المباراه النهائيه بس هي اللي هتكون بتقنيه الفار، خاصه بعد قرار التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق الفار في الدوري المصري بدلا من الشركة الحالية واللي فيها مشاكل كتير. يمكن أبلغت اللجنة الثلاثية الأندية في اجتماع النهاردة ببدء إجراءات التعاقد مع الشركة الجديدة دي للفار في الدوري المصري، وده هيحصل إمتى؟ في أول توقف للدوري، وده اللي هيكون في نفس الوقت ده بيشهد إقامة مباريات كاس مصر الموسم ده من غير الفار لحين التعاقد مع الشركة الجديدة. وشهد الاجتماع ده اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية الحديث عن الموسم الجديد، وأكدت اللجنة الثلاثية أن هي بتوافق على استمرار نفس العدد من اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد من غير تقليص للعدد، هيستمر 5 أجانب في القوائم. طيب نروح لمسؤول اتحاد الكرة برضو، هنفضل معاهم كلام هنا على مستجدات بقى فيروس كورونا. الحقيقة مسؤولين الاتحاد قالوا انه تأجيل اي ماتش في الدوري بسبب يعني اصابه عدد من اللاعبين في بفيروس كورونا في اي فريق هيكون في حاله ظهور اكتر من 5 حالات اصابه كورونا للفريق، لكن مش هيتم تأجيل مباراه ثانيه، يعني هيتم تأجيل مباراه واحده، المباراه اللي بعدها حتى لو نفس اللعيبه دول موجودين ده لا يعني عدم تأجيل المباراه التاليه. مسؤول الجبلية وضحوا انه تأجيل ماتش تاني معناه انه يكون في اصابه او ظهور لا قدر الله طبعا ما نتمناش ده يحصل لاي فريق في الدوري 5 حالات جديده بخلاف الخمس حالات الاولى اللي كان تم تسجيلها، عشان يكون اجمالي عدد الاصابات في الفريق 10 حالات، هي دي الحاله الوحيده اللي يسمح فيها بتأجيل مباراه ثانيه. طيب نروح بقى للكرة العالمية ونادي تشيلسي الإنجليزي اللي أعلن النهاردة إقالة طبعا فرانك لامبرد مدرب البلوز بشكل رسمي، وعبر موقعه الإلكتروني أصدر النادي بيان رسمي جه فيه أنه انفصل نادي تشيلسي اليوم عن مدربه فرانك لامبرد. أضاف أن القرار ده كان صعب جدا، بس إحنا ممتنين للي قدمه فرانك كمدرب للنادي، ولكن الأداء والنتائج الأخيرة للفريق ما كانتش طبعا زي ما النادي عايز أو توقعات النادي. وقال رومان إبراهيموفيتش أو إبراهيموفيتش مالك النادي إن القرار ده كان صعب جدا بالنسبة للنادي، وإن في علاقة شخصية ممتازة مع فرانك، وإن هو بيكنله كل الاحترام، وإن هو رجل بيتمتع بقدر كبير من النزاهة، ومع ذلك في ظل الظروف الحالية بنعتقد إنه من الأفضل إحداث تغيير. وقال كمان في البيان إنه بالنيابة عن الجميع في النادي ومجلس الإدارة بيشكر فرانك على عمله كمدرب وبيتمنى له النجاح في المستقبل، وانه رمز مهم للنادي العظيم ده وهيكون دايما موضع ترحيب في ستانفورد بريدج. ولامبرد يمكن زي ما حضراتكم عارفين تولى المهمه الفنيه للبلوز في يوليو 2019، قاد الفريق في 84 مباراه بمختلف البطولات. ويمكن في كلام كمان بمناسبه تشيلسي على مانشستر يونايتد وعلى ليفربول. خليني اقول لك بس فيما يتعلق بتشيلسي، كل الانباء بتقول انه الساعات اللي جايه هتشهد توقيع توماس توخيل. مدرب باريس سان جيرمان السابق وبروسيا دورتموند الاسبق ليتولى مسؤوليه تشيلسي. تشيلسي واحد من اهم الفرق في الدوري الانجليزي،
ونادي بقى اصبح ليه شعبيه. على فكره تشيلسي ما كانش طول عمره نادي جماهيري ولا نادي قوي ولا نادي بينافس، الا لما تولى ابراموفيتش يعني ملك النادي المسؤوليه، وابتدى يدعم الفريق بصفقات، وابتدت فرقه تشيلسي تكون قادره على منافسه الكبار، وابتدت تضم عدد كبير جدا من الاسماء. ومناسبه الكره الانجليزيه، احنا معانا النهارده لقطتين مهمين. طبعا احنا يعني في احتمال ان احنا نواجه بايرن ميونخ في نتمنى ده في كاس العالم للانديه طبعا، وكمان في الدوري الانجليزي كان في مباراه اعتقد المصريين كانوا حريصين جدا على متابعتها امبارح يا ساره، في كاس الاتحاد الانجليزي طبعا ليفربول وليفربول. يمكن مانشستر يونايتد يعني قدر ان هو يفوز على ليفربول ويقصي من البطوله، بس طبعا محمد صلاح وتالق محمد صلاح في المباراه دي بهدفين، ده الهدف الاول اللي جابه محمد صلاح، والهدفين امبارح يعني هدفين حلوين، هدفين ملعوبين. الاول انا بتكلم على اهداف صلاح، يعني هو عزائنا الوحيد انه صلاح سجل في المباراه دي هدفين بتوع ليفربول، وده كان الهدف الاول برجله اليمين، ويعني دي واحده من الاجوال النادره اللي بيجيبها صلاح ويخلصها باليمين. لكن امبارح لكن امبارح عايز اقول لك انه برضه ليفربول مش في حالته. ما بقول لك برغم ان ليفربول في النازل، ودي حاجه اكيد مضايقه كل جماهير ليفربول، الا ان تالق محمد صلاح هو عزائنا الوحيد. ويبدو انه سولشاير مع تشكيله ال المان يونايتد دي بدا يستعيد جزء كبير من رونقه، سواء في مسابقه الكاس بتخطيه طبعا المنافس الاهم والابرز كورتين ساذجين قوي اللي دخلوا امبارح في ليفربول، الهدف الاول والثاني. وعلى فكره كان في الرابع وتصدره كمان الرابع كان هيجي من مانشستر يونايتد. لا هو طبعا امبارح ليفربول كان وحش، ده الهدف الثاني لمحمد صلاح طبعا. فرنانديز عامل شغل عالي قوي مع يونايتد، هي توليفه في وقت من الاوقات. يعني انا بشوف فرنانديز مش من اللعيبه بالنسبه لمانشستر يونايتد، يعني ما هوش اريك كانتونا، ما هوش ديفيد باكام، لا بس فتره متالق جدا وبيظهر في الاوقات الحاسمه بيخلص لهم الماتشات. اللعيبه اللي كانت يعني بتقود مانشستر يونايتد كانوا اساطير زمان، يعني بقى زمان ده طول عمره، مش زمان قوي. انا بكلمك على اريك كانتونا في نهايه التسعينات، بتكلم على ديفيد باكام، بتكلم على مايكل اوين، بتكلم على كريستيانو رونالدو، بتكلم على انا بكلمك على عظماء. يعني هو لعيب كويس محدش ينكر، لكن اقصد اقول مش بحجم الـ 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 المكان اللي بيتمتع بيها مانشستر. انا قصدي انه يعني سولشاير لقى حلول ولقى لعيبه الحقيقه قادره تخلص له ماتشات وتحسم له ماتشات قدام فرق كبيره جدا، يمكن زي ليفربول. احنا عندنا حاجه بايرن، هنروح لبايرن بقى بايرن، عشان انت عارف بس اتلتيكو مدريد. انت نفسك تتكلمي على سواريز. طيب انا بس عايز عشان بايرن الحقيقه واحد من المنافسين المحتملين في بطوله كاس العالم للانديه لو تخطينا عقب الدحيل، كان ماتش جامعه طبعا ده انقاذ عالمي. وفي على فكره في نفس المباراه دي او في الكره دي دبل انقاذ، ادي الاولى وادي الثانيه. لكن الحقيقه بايرن قدم مباراه قويه جدا. ده بايرن ميونخ كاس العالم للانديه هو ده بايرن ميونخ. لكن بايرن الحقيقه قدم مباراه قويه جدا، كسب في المباراه دي بيلعب شالكا، كسب باربع اهداف نظيفه. فرانك مولر مولر احضر احرز هدفين، ليفاندوفسكي اعتقد قبل التغيير احرز هدف. كانت مباراه قويه جدا، استعرض فيها الحقيقه شالكا فريق من الفرق المتوسطه في الترتيب في الجدول، وبالتالي مباراه قويه لبايرن ميونخ. انا عايزه اقول لك بصي الاستقبال والفينش ده ليفاندوفسكي. انا بشوف ليفاندوفسكي في السيزون ده اقوى مهاجم على مستوى العالم في التوقيت الحالي. عايزه اقول لك يعني انه دلوقتي الاهلاويه بيتابعوا مباريات بايرن ميونخ اكتر من الاول ومباريات الدحيل. النهارده كنت بقول امبارح النهارده في مباراه في كاس امير قطر بين الدحيل القطري والاهلي القطري، ومباراه دي بروفا يعني بالنسبه لنادي الدحيل قبل مباراه الاهلي في كاس العالم للانديه. قبل ما نطلع فاصل كلمه بس عن سواريز كده، لاعب اتلتيكو مدريد اللي احمد حاسس انا بدافع عنه بزياده. الحقيقه انه امبارح سواريز برده تالق مع اتلتيكو مدريد في الفوز على فالنسيا بثلاث اهداف لواحد، وقدر ان هو يتصدر قائمه هدافي الدوري الاسباني مع يوسف النصيري المغربي. والحقيقه انه ده سواريز اللي برشلونه في اول الموسم قال ان هو بيستغنى عنه علشان هو بيكون فريق
يقدر يفوز بالبطولات وينافس على البطولات، ودائما ما تعطيك كرة القدم فرصة للانتقام. انت مش كده؟ فرحانة لسواريز بقد ما انت فرحانة في برشلونة، ده احساسي. مش مستغربة بس ان هم، انا بشجع برشلونة بس مستغربة ان هم يستغنوا عن سواريز بالشكل ده، وفي الاخر اديك شايف الفريق عامل ازاي. قصص كتير جدا لا تكلل او لا تنتهي دايما النهاية المثالية، وعلى نفس المثال ده مش عارفين لغاية النهاردة محمد صلاح هل يستمر مع ليفربول ولا هيرحل. من وجهة نظر حضراتكم، هل تتوقعوا أو هل تروا أنه من الأفضل بقاء صلاح في ليفربول، ولا تتمنوا رحيله لفريق آخر؟ يهمنا كمان نسمع صوت جماهير النادي الأهلي. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم مره تانية، وخلونا نروح سريعا لكريس ماكلوجن الصحفي بمجله نادي ليفربول الانجليزي عبر الفيديو كونفرنس. هنتكلم معاه عن تفاصيل كتير ليها علاقه بمحمد صلاح ونادي ليفربول. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير، اشكركم لدعوتي. في البداية حاب أعرف منك رأيك في خسارة نادي ليفربول قدام مانشستر يونايتد وتوديع الكاس إنجلترا مبكرا من الدور الرابع. طبعا الأمر بالنسبة لنا هو إحباط، لأن ليفربول يخسر أمام مانشستر كان خبر كبير، وكان الإحباط كبير جدا، خاصة وأن يعني هما يعتبروا متنافسين على مدار طويل من الزمن. طيب عايز اعرف برضو من وجهه نظرك ايه اسباب خساره ليفربول قدام مانشستر يونايتد؟ شفت امبارح ازاي المباراه دي اسباب الخساره طبعا في كاس الاتحاد الانجليزي. محمد صلاح عمل جونين جمال، ولكن ليفربول كان محتاج ثلاثة على الأقل، وبالتالي المشكلة كانت هو خط الدفاع، لأن طبعا الإصابات، إصابة فان دايك وآخرين برضو أثرت على المباراة. طيب هل الغيابات والاصابات دي ممكن نقول ان هي فعلا سبب تراجع اداء كتيبه يورجن كلوب في الدوري الانجليزي كمان الموسم ده رغم عروضه القويه وتصدره البطوله في البدايه؟ طبعا بالتاكيد، انا بعتقد ان الاصابات، اصابه فان دايك وكانت مشكله كبيره بالنسبه للسيزن ككل، وكذلك ان هم خسروا جون جوميز بسبب الاصابه، كان برضو ده سبب لصعوبه احراز اهداف. طيب شايف ازاي ان ممكن يتعامل يورجن كلوب المدرب الالماني مع الموقف الحالي لفريق ليفربول من اجل استعاده نغمه الانتصارات الغايبه عن الفريق منذ فتره، وخصوصا ان هو كان بيتكلم وبيقول انه اللعيبه زي ما هي وفي كامل فورمتها وما فيش حاجه اسمها ان بين يوم وليله اللعيبه يتراجع مستواها؟ طبعا الموضوع هو انه عليه انه يخلي الناس تقدر تلعب في المراكز المطلوبه منها، زي صلاح وتياجو، كلهم لاعبين كبار، ولكن المطلوب ان هم يأدوا افضل ما لديهم. طيب هل في عروض رسميه وصلت لاداره نادي ليفربول بخصوص التعاقد مع محمد صلاح؟ على حد علمي ليست هناك عروض حقيقية، هناك العديد من الأحاديث يعني على مجال الميديا، وزينا زيكم في مصر احنا مش عارفين ايه اللي محمد صلاح هيعمله، ولكن مفيش النهاردة عروض انا عرفت بيها انها اتقدمت له. طيب عايز اعرف برضو ازاي الناس في ليفربول وعارفين قد ايه جمهور ليفربول يعني بيحب جدا محمد صلاح ومتعلق بمحمد صلاح، ازاي بيتقبلوا الاخبار او التقارير الصحفيه اللي بتتقال على طول او بتنتشر على طول انه محمد صلاح قرب يمشي من ليفربول؟ محمد صلاح هو الملك المصري في ليفربول وأحب الناس إلى قلب محبي الكرة، وأداؤه مدهش، وهو طبعا عدد الأهداف اللي حققها في حوالي 113 جول في حوالي 180 مباراة، هو أرقام كبيرة جدا فتفوق توقعاتنا، وبالتالي حب محبي الكرة ليه هو كبير، وأنا بعتقد بالطبع أن الجزء الأكبر من محبي الفريق عايزينه يفضل معنا.
ازاي شايف فرصه فريق ليفربول في الفوز احد بطولتي يعني الدوري الانجليزي او كمان دوري ابطال اوروبا الموسم ده، واللي بينتظر ان هو يواجه في دور ال 16 المقرر انطلاق منافساته يعني نص شهر فبراير المقبل نظيره لايبزيج الالماني؟ الأمر الكبير بالنسبة لليفربول في المسابقة الأوروبية هو أن ليفربول كان دائما ذو صدارة، وفي عام 2020 في النهائي وكذلك في عام 2019 قدم لعب حلو، ولكن النهاردة الفرق الكبير يجب ان المطلوب ان احنا نشوفه على مدار السيزون ده ربما يتعطل بسبب الكورونا، لان كذلك برضو المشاهدين مش هيقدروا يحضروا المباريات، وانا عارف ان ده هياثر على السيزون ككل مش بس على المباراه دي. وبالتالي انا بعتقد ان من الخبره والقدره التي ممكن يقدمها اللاعبين ممكن ان هي تتخطى توقعاتنا، وبالتالي ممكن يوصلوا للسيمي فاينل او ربما كمان الفاينل. وبالتالي يعني انا بعتقد ان ده امر يتمناه الجميع، وان يفوز بالشامبيونشيب في مباراه امام الاي سي ميلان هو حاجه كبيره جدا نتمناها. طيب هل شايف ان فريق ليفربول بيحتاج ان هو يعقد صفقات في بعض المراكز الفتره اللي جايه علشان يقدر يواصل المنافسه على حصد الالقاب؟ نعم بالتاكيد ليفربول محتاج دفاع وسط مميز، لأن فان دايك طبعا النهاردة بيتعافى من إصابته ولكنه مش جاهز، وكذلك جوميز هو الآن برضو يتعافى ولكنه كذلك مش جاهز، وجوال مرتيب واللي أصيب مؤخرا. بالتالي احنا النهاردة عندنا المركز ده مش متغطي، فبالتالي محتاجين سنتر ديفندر دفاع وسط مميز عشان نقدر نشوف تاني يعني مباراة كويسة، لأن اللي شفناه قدام مانشستر امبارح كان مش أفضل يعني، كان بيورينا قد ايه الصعوبه اللي لدى النادي في هذه المراكز. بشكرك جدا كريس ماكلوجن الصحفي بمجله نادي ليفربول الانجليزيه. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج السادس. المكسب بيجيب مكسب، والبطولات كمان بتجيب بطولات، يعني بعد فتره بشوفها يمكن تكون بالنسبه لجماهير النادي الاهلي غريبه شويه، استعاد الاهلي مره ثانيه امكانياته العاليه، يعني فكره انك انت تخلص سيزن بثلاث بطولات منهم بطوله مهمه جدا وغاليه جدا هي التاسعه بطوله دوري ابطال افريقيا، ده دافع في حد ذاته وحافز كبير جدا بالنسبه للعيبه انه مسيره البطولات تستمر، واحنا بنتكلم ان احنا على اعتاب بدايه مشوار في منتهى الصعوبة ولكنه كمان في منتهى الأهمية، سواء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية أو من بعدها إن شاء الله نبتدي مشوار العشرة، وكمان هيكون عندنا مواجهة مهمة جدا مواجهة سوبر إفريقيا. عشان كده بقول لحضراتكم دايما فكرة إنه الروح تبقى عالية وإن اللعيب يلاقي نفسه الحافز وإنه يطلع من بطولة يبقى عنده الرغبة في إنه يحقق البطولة اللي بعدها، ده يمكن حاجة تعود عليها لعيبة الأهلي ومنهم بالذات كمان الجيل الذهبي اللي عشنا معاه أول 10 سنين في الألفية الجديدة، والحقيقة ما حرمناش من بطولات، يعني معاه حققنا بطولات كتيرة جدا ولحظات فرحة كتيرة جدا، ومنهم واحد من نجوم النادي الأهلي بيشرفنا النهاردة كابتن أحمد حسن دروجبا اللي حقق مع النادي الأهلي رغم أنه يعني ما قضاش مع الأهلي فترة طويلة، لكن في الفترة دي أعتقد أنها كانت سنة أو فترة مميزة جدا، موسم مميز جدا حقق فيه أكتر من بطولة مش بس مع الأهلي كمان مع المنتخب. كابتن أحمد حسن دروجبا أهلا وسهلا بيك، مشرفنا ومنورنا في السادسة. اهلا بيك يا كابتن احمد، ومبسوط ان انا مع حضرتك النهارده، وبالتوفيق لحضرتك دايما باذن الله. انا شفت صور كتير الحقيقه، يمكن ده اول لقاء يجمعني بيك بشكل مباشر، بس دلوقتي فهمت ليه فكره احمد حسن دروب، يعني يعني فطبعا في كتير من ملامح في الشكل. لا ده الاول كمان كان اكتر من كده. مين اللي اطلق عليك اللقب ده؟ كان جمهور المحله. جمهور المحله ومن ساعتها فضل خلاص بقى انت عارف جمهور المحله يعني كمان نادي جماهيري وكده، فطبعا كان هو بدايه اللقب ده من غزل المحله. فعلا مبسوط المحله رجع دوري ممتاز ثاني السنه دي؟ اكيد طبعا. غزل المحله عنده كل الامكانيات ان هو يقدر يفضل موجود في الدوري. أيوة. عنده جمهور كبير، عنده ملعب كويس جدا، هو بس ينقصه شويه حاجات كده، واتمنى له طبعا التوفيق في الفتره الجايه. والله كل الانديه الجماهيريه وحشتنا يعني اصل متعه الكوره في الجمهور. صح. والمدرجات
كل ما تحس انه الفريق وراه دعم جماهيري، كل ما تحس ان المنافسه حتى بصرف النظر عن الترتيب في الدوري. انا فاكر ان ماتشات اهلي والمحله الاهلي لما كان بيروح يلعب هناك كان بالنسبه لجمهور الاهلي ماتش منتظر، يعني مباراه بنبقى عاملين حسابها ومستنيينها وعارفين انها ماتش ليه حسابات. احنا كمان كلاعيبه لما بتلعب سواء جمهورك او جمهور الفريق الخصم بتحس ان انت مستمتع، يعني بتبقى بالظبط بتنزل بتبقى عايز تبقى مبدع في الملعب، عايز تأدي بشكل كويس. الجمهور طبعا هو كل حاجه. وللاسف شديد مش بس في مصر، العالم كله افتقدنا بسبب يعني ازمه الكورونا طبعا. دي وجود الجماهير في الملعب وبالتالي اتاثرت. انا امبارح كان نفسي جدا لو تابعت انت ماتش مصر وسلوفينيا، احساسي انه لو كانت الجماهير موجوده في المدرجات كان الماتش ده هنشوفه ماتش تاني خالص والنتيجه كانت هتبقى في حته تانيه خالص. اكيد طبعا الجمهور رقم واحد زي ما بيقولوا. البدايه مع الاهلي كانت امتى كابتن احمد؟ كانت موسم 2008. مين اللي اختارك؟ مين اللي كلمك اول مره عرفت انك انت في كلام مع الاهلي او الاهلي عايز كابتن احمد حسن؟ موضوعي انا كان يختلف شويه، لان انا اول موسم رحت المحله كنت تاني هداف الدوري فما حدش كلمني خالص. فكان طبعا وكيل اعمالي كان الكابتن تامر النحاس، فجيت كلمته قلت له انا تاني هداف دوري وما حدش كلمني. قال لي بص النادي الاهلي ما بيختارش وخلاص، يعني مش من ماتش او اتنين او تلاته او موسم، النادي الاهلي بيتابعك. انت كان نفسك تروح الاهلي او كنت مستني منتظر ان يجيلك عرض من النادي الاهلي؟ اكيد، لان انا كنت في الفتره ديت انا رحت منتخب مصر، يعني انا انضميت مع كابتن حسن شحاته وشاركت في 12 مباراه دوليه مع المنتخب. فطبعا جيت تاني موسم اول واحد كان كلمني كان هو كابتن تامر. الاول قال لي في لجنه تعاقدات في النادي الاهلي بتتابعك، كان فيها كابتن محمد يوسف والكابتن حسام البدري ومش فاكر مين تاني بالظبط. فطبعا جيت تاني سنه وقبل الموسم ما يخلص بثلاث اربع ماتشات كان الكابتن حسام البدري كلمني قال لي انت مضيت في مكان ولا لسه؟ قلت له لا لسه ما فيش اي حاجه. فقال لي خلاص خلال ثلاث اربع ايام كان عندهم ماتش الالومنيوم، كان لسه الالومنيوم في الدوري الممتاز، قال لي هنخلص المباراه وحد هيجي لك المحله والموضوع هيخلص. قلت له خلاص ماشي. فعلا بعد ثلاث ايام لقيت النادي الاهلي بعت فاكس للاداره كلمتني في غزل المحله، كنت في المعسكر هناك لان كان عندي ماتش في الدوري، فقال لي في دلوقتي النادي الاهلي وكده واحنا مرحبين بالعرض، لو انت مش هتجدد معانا خلاص ما فيش مشكله، يعني انت عايز تجدد او عايز تمشي دي حاجه ترجع لك، لان انا كان فاضل لي موسم في المحله. ايوه. فطبعا قلت له خلاص مفيش مشكله. تاني يوم كان الزمالك برضو بعت فاكس، فبرضو بعتوا لي تاني. دلوقتي هم بصراحه كانت يعني الناس في الاداره كانت ناس محترمه جدا. في المحل كان الباشمهندس علي العباسي وكان العميد رأفت الله يرحمه، كانوا سايبين لي حريه الاختيار، يعني ما بصوش للفلوس، ما بصوش مين رغبتك انت بالظبط. هو قال لي عايز في عقد في دلوقتي اهلي امبارح والنهارده الزمالك بعت الفاكس. فقلت له خلاص. هو طبعا خبر اتسرب من هنا تلاقي الزمالك على طول. هو كان بص هو كان الفتره ديت اصلا كان كل الصحف بتكتب ان انا رايح الزمالك، مع ان مفيش مسؤول من الزمالك كلمني، هو كان في وسيط مش اكتر. فطبعا الوسيط ده كان بيحرك السوشيال ميديا، بيحرك الناس شويه، فالناس كانت فاكره ان انا رايح نادي الزمالك، لكن والله فعلا ما حدش خالص كلمني من نادي الزمالك، يعني هو كله مجرد كلام مش اكتر. وفاكس. مع احترامي طبعا لنادي طبعًا. الزمالك. طيب خليني بس اقف مع النقله، يعني انا عايز طبعا انت راجل هداف وقلت لي مفنس سيزون تاني هداف في بطوله الدوري موسم 2007 و2008 يعني موسمين ورا بعض. تمام. بس برضو يعني اكتر ضغط جماهيري تعرضت له هو انك انت تجيب اجوال او انه المحله يبقى في مركز كويس، لكن لما تروح نادي مطالب فيه من يوم الاول انك انت تلعب على المكسب طول الوقت وانك انت تحقق كل بطوله بتدخلها، ده انت استقبلته ازاي؟ يعني اول ما لبست فانيله النادي الاهلي، سيبك من التعاقدات بقى والنجوميه والشهره، الحمل اللي انت حسيته على نفسك او الضغط اللي انت حسيته بمجرد ما بقيت لابس فانيله النادي الاهلي؟ بص انا بصراحه كنت متحمس جدا في انت رايح كمان في فتره ما هو بالظبط يعني كان جيل ذهبي للنادي الاهلي. جيل ذهبي طبعا.
كنت متحمس جدا، وبدايتي اول ما انضميت للنادي الاهلي في اول تدريب كان معسكر في المانيا، فطبعا كان مستر مانويل جوزيه موجود، فهو كلمني قال لي بص انت كنت بتنافس على هداف دوري في غزل المحله، كان ليك اسم وليك رصيد، انت هنا في النادي الاهلي رصيدك صفر. فبصراحه في الوقت ده انا حسيت ان انا يعني المسؤوليه كبيره جدا، وهي فعلا صعبه جدا ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي، يعني خاصه انا رحت في وقت كان في فلافيو، كان وعماد متعب ده فلافيو كمان كان كويس جدا، يمكن متعب كمان مشي شويه راح السعوديه، فكان الموضوع بيني وبين فلافيو، وفي كان اسامه حسني واحمد بلال، كان في هاني العجيزي، كان برضه حسين ياسر المحمدي، وخاصه ان كان مستر مانويل كان بيلعب بمهاجم واحد، فاحنا كنا كتير. كانت مشكله بالنسبه لك او يعني؟ لا يعني انت جاي نجم في المحله برضو، انك تلاقي انت كل اسماء اللي قلتها اسماء يعني ليها وزنها، اسماء كبيره، واحنا بص بلال واسامه وهاني وفلافيو طبعا كان في عزه، احنا كنا بنموت بعض في التمرين على اللي يدخل ال 18 اللي يدخل المباراه، يعني شوف انت بتنافس ان انت تدخل، فدي بتبقى طبعا. كسبت ايه مع الاهلي يا كابتن احمد؟ كسبت كل حاجه طبعا، يعني النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، وهو برضو يعني بفضل ربنا وهو سبب الشهره برضو يعني بعد غزل المحله، لكن النادي الاهلي هو اللي يعني اضاف كتير طبعا واضاف لي كتير جدا. فكره انك انت كل بطوله احنا بنتكلم يعني الاهلي الحمد لله السيزون الاخراني مخلص مفنش بثلاثيه، وعندنا ان شاء الله امل كبير جدا في ان احنا نحافظ على بطوله دوري ابطال افريقيا ونحافظ على الدوري وناخد كاس سوبر افريقيا. فكره انه اللعيبه تبقى في مطحنه بطولات، يعني انت الجيل ده انا كنت بتكلم عليه تحديدا الجيل والاسماء ومعاهم تريكا ومعاهم اسلام الشاطر وبركات وعماد النحاس وائل جمعه والحضري وعصام غالي وابراهيم سعيد، يعني جيل كلهم الحقيقه عتاوله كوره. يعني فكره انك انت تبقى طول الوقت بتلعب على بطوله وتخلص من بطوله تطلع على بطوله تانية، ازاي بيبقى فيه الحافز؟ ازاي انتوا بينكم وبين بعض كلعيبه بتلاقوا الدافع لده؟ بص احنا يعني اي لاعب بيدخل النادي الاهلي بصرف النظر عن النادي اللي هو كان فيه قبل كده، سبحان الله، يعني بصراحه بتحس ان انت من غير ما حد يتكلم معاك بتحس ان انت مطالب بمكسب، بتحس ان انت مطالب ببطوله، بتحس ان انت ما فيش اي بطوله بتدخلها غير لما بتنافس ان انت تكسبها، فدي ميزه كمان من سمات النادي الاهلي وسمات الانديه الكبيره، ان انت كلاعب عارف من غير ما حد يكلمك في اي حاجه انت رايح نادي كبير، نادي بينافس على بطولات. ملهاش علاقه مثلا بسيستم جوه اوضه اللبس، بحاله بيقدمها المدير الفني، بتعليمات او بقواعد بيحطها مدير الكوره، يعني الموضوع ده باي ديفولت كده بيحصل لوحده، اللعيب مجرد ما بيلبس التيشيرت وبيحس انه بقى في السكواد بتاعه الاهلي بيترجم عنده انه كل مباراه انا بدخلها لازم اكسب او لازم افوز بالبطوله. هو ده بيحصل، ان انت طبعا في مسؤولين بتكلمك، في مدير فني بيكلمك، في لجنه كوره، لكن انت كلاعب طبيعي انت عارف ان انت رايح نادي بطولات، فطبيعي استحاله، يعني انا معلش انا لعبت في الالومنيوم، لعبت في غزل المحله، المطالب مني ان انا اقعد في الدوري، لكن لما رحت الاهلي لا انا عارف ان انا رايح مطالب مني بطولات، والحمد لله انا اخذت 3 بطولات مع النادي الاهلي. وخدت اعتقد مع منتخب مصر برضو، خدت بطوله العرب، بطولة العربية. البطوله العربيه في 2007 مع الكابتن حسن شحاته. عظيم. طب ابتدي معاك من ماتش بكره، توقعاتك ايه لمواجهه الاهلي وبيراميدز بكره؟ مباراه في توقيت مهم بالنسبه للاهلي، الاهلي محافظ على صداره البطوله لغايه اللحظه، بعد الماتش ده هنروح نبتدي بقى مشوار كاس العالم ومشوار دوري ابطال افريقيا، شايف ماتش بيراميدز ازاي بكره؟ ماتش هيكون صعب طبعا، فرقه بيراميدز فريق محترم، بس يعني انا مع احترامي هو السنه دي مش بنفس قوه الموسم اللي فات، معرفش بقى ده ايه اسبابه كده، لكن طبعا النادي الاهلي من الموسم اللي فات والموسم ده بيأدي بشكل كويس، زي ما بنقول والمدربين زي ما بتتكلم معانا دايما، المكسب بيجيب مكسب، البطوله بتجيب بطوله، ف
فانا شايف ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يكسب بكره وبجداره كمان ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. ماتش صعب بالنسبه للنادي الاهلي؟ اكيد ماتش صعب. بيراميدز فيه لعيبه كتيره، لعيبه اهلي وزمالك. ايوه. وحتى اللعيبه اللي ما لعبتش لعيبه كويسه جدا وفي اداره محترمه. لكن النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي يعني. طيب انا هرجع ليك في تقييم سريع لمشوار الاهلي من بدايه السيزون لغايه المرحله اللي وصلنا لها قبل ما نبتدي الفتره الاصعب في مشوار الاهلي الموسم ده، بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد حسن دروب. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وطبعا كل الترحيب بكابتن احمد حسن ركبه ضيفنا النهارده في السادسه. اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. تسمح لي كده اقول القائمه بتاعه النادي الاهلي اللي هتدخل ماتش بكره ان شاء الله للجماهير الاهلاويه. بكره ان شاء الله كابتن محمد شناوي بيرجع مره ثانيه الحمد لله على السلامه، مع كابتن علي لطفي ومصطفى شوبير حراسه مرمى، معهم محمد هاني، احمد رمضان، بيكم، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، وفي خط النص عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، ومحمود كهربا، وقدام هيكون صلاح وصلاح محسن ومحمد شريف، مروان محسن، وولتر بواليا. طيب نقولها مره ثانيه، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، معاهم محمد هاني، احمد رمضان بيكهام، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، وعلي معلول. في النص عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، وكهربا، وقدام في صلاح محسن وشريف ومروان وولتر بواليا. ايه رايك في وولتر بواليا بما انه احد الصفقات يعني وبيلعب في مركز المهاجم الصريح؟ طبيعي اي لاعب بينضم لاي فرقه جديد طبيعي ان هو بياخد وقت. فاكيد طبعا هو لعيب كويس جدا، واكيد خد وقت. لا بقى انا بتكلم، صبرت عليك، بتكلم انت شخصيا تجربتك لما ابتديت تلعب للنادي الاهلي كان عندك احساس انه الجماهير ضغط عليك؟ جماهير لا لا، انا كنت مطمن لان الناس عارفاني يعني. هو بعكس ان هو افريقي يعني، انا راجل لعبت في الدوري المصري والناس عارفاني يعني. من غزل المحله، فكان بالنسبه لي ما فيش مشكله يعني. ايوه ما حسيتش بالحته دي. لا لا لا، وحتى اللعيبه في ناس كتيره جدا بتبقى يعني بيبقى سوبر ستار في الفرقه اللي هو فيها، كان بيلعب في الدوري المصري او جاي من بره، لما بيجي الاهلي بيحصل تهنيجه كده، بيبقى لغايه فلافيو. احنا كنا لسه بنتكلم على فلافيو من شويه، فلافيو جه قعد سيزون كامل، لو سالت اصغر حد من جماهير النادي الاهلي ايه رايك في فلافيو يقول لك لا مش بتاعنا. فلافيو بعد كده بقى واحد من الفراوده اللي يعني ما تقدرش تستغنى عنه. فلافيو من افضل اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي. يعني دماغه كلها كوره، بيتحرك بشكل كويس جدا في الملعب. فلافيو هو مانويل جوزيه صبر عليه. يعني صبر عليه كتير جدا لان هو اللي جايبه. ايوه. فده بس كان في الاخر طلع قماش زي ما بيقولوا. طبعا يعني لا طلع حرير الحقيقه مش قماش. نفكر حضراتكم برضو بالسؤال، حلقه النهارده، هل حان وقت رحيل محمد صلاح عن ليفربول ام من الافضل استمراره او بقائه في صفوف الريدز؟ مهم جدا نسمع راي حضراتكم لانه وصل صلاح لغايه اللحظه مش واضحه. وبالمناسبه برضو اسال كابتن احمد حسن رايك ايه في قصه صلاح؟ يعني اخبار كثيره بتقول انه هو عنده رغبه في الرحيل، انه مش مرتاح في ليفربول، الاداره بتقول في وقت من الاوقات احنا ما نستغناش عن نجم بحجم محمد صلاح، واوقات ثانيه تقول انه الاولويه في التعاقدات الجديده او تجديد التعاقدات لنجوم ثانيه في الفريق. رايك ايه في قصه صلاح؟ بص انا قابلت صلاح اخر مره من حوالي 3 سنين. كان في المقاولين، كنت انا لسه بشتغل مدرب في المقاولين، فهو كان جاي كنا مسافرين اليونان وكده، فكان جاي يشوف الناس وكده، فانا قلت له يا صلاح اوعى تمشي من ليفربول. قال لي ليه بتقول كده يعني؟ قلت له بص انت وصلت لحاجه صعب حد يوصل لها، الناس هناك خلاص بتحبك، حتى لو اخفقت في مباراه اخفقت في بطوله انت عملت رصيد في المكان. وليفربول مش فريق صغير. ايوه فريق كبير. فانا انا عن نفسي انا بشجع برشلونه واتمنى يروح برشلونه. لان في كلام ان هو ممكن ينتقل لبرشلونه، لكن انا من رايي ما يمشيش. ليفربول هو بيعاني دلوقتي لان عنده مشاكل في خط الدفاع بسبب غيابات، لكن ليفربول يعتبر من افضل فرق العالم حاليا. صحيح.
مخاطره كمان ممكن تبقى مش محسوبه، مخاطره وهو تبتدي مشوار يعني مهما مع كامل الاحترام هو 28 سنه هيكون اسم نادي كبير. يعني بالتاكيد صلاح النهارده لو قرر يعني ينهي مشواره مع ليفربول، النادي اللي هيروح له هيبقى اسم لا يقل عن ليفربول. بنتكلم على اسماء زي الريال، بنتكلم على اسماء زي برشلونه، بنتكلم على اسماء لازم يكون من العيار الثقيل. محمد صلاح دلوقتي اسطوره من اساطير ليفربول حقيقي، ما ينفعش يمشي. صحيح. انا من رايي ما يتركش فرق بالظبط. طيب هرجع تاني للمشوار الاهلي، وقلت انه بعد ماتش بكره ان شاء الله كل التركيز هيروح لكاس عالم الانديه. ما لعبتش كاس عالم الانديه انت كابتن احمد؟ انا لعبت الموسم اللي انا جيت فيه كانت القايمه اتحطت في كاس العالم للانديه كان في اليابان. يعني ايه كاس عالم الانديه بالنسبه للاعيب الكوره؟ بص انا بصراحه يعني انا كاس العالم للانديه يمكن بتبقى حاجه حلوه ليك انت كلاعب في السي في بتاعك او في تاريخك الكروي. يعني اي حد يتمنى يلعب كاس عالم انديه خاصه انت بتلعب افضل انديه في كل قاره، فطبعا شيء مشرف. يعني دي حاجه بتبقى كويسه جدا لاي لاعب يتمنى. شايف مشوار الاهلي فيها ازاي، وايه رايك في القرعه اللي وقعتنا في الدحيل القطري صاحب الارض والضيافه؟ على فكره الدحيل القطري فريق كويس جدا وفريق قوي جدا، انا اتفرجت عليه ومتابعه الدحيل القطري يمكن هو كان بطل الدوري الموسم اللي فات السنه دي هو عنده شويه مشاكل شويه. طب ما تقول لنا ايه هي المشاكل دي من وجهه نظرك؟ قول لنا، ابتدي كده معاك بنقاط القوه والضعف في فرقه الدحيل من وجهه نظرك، بما انك شكلك مذاكرها كويس. لا مش موضوع مذاكرها، انا كنت اتفرجت لهم على ماتش السد القطري من اللي اتغلبوا فيه 4 اتغلبوا فيه او كده، فحسيت ان هم مش بنفس قوه الموسم اللي فات. تمام. لكن هم كفريق لا فريق كويس جدا، وماتش مش سهل خلي بالك. يعني مش سهل ان انت تكسب الدحيل القطري، خاصه هم كمان عندهم لعيبه كتيره من بره، يعني جايبين محترفين كتير. طبعا انا بتمنى النادي الاهلي يكسب ويصعد وياخد البطوله، لكن البطوله مش سهله يعني غير كل موسم غير كل بطوله بتتعمل. السنه دي صعبه. ايه وجه الصعوبه من وجهه نظرك في ماتش الدحيل تحديدا؟ يعني ايه اللي انت تبقى انت بتشتغل تدريب دلوقتي يا كابتن احمد صح؟ ايه اللي انت تتمنى انك انت تستغله عشان تعدي عقبه الدحيل؟ تلعب على ايه بما انك شايف الفرقه وعارف الاسماء اللي موجوده فيها؟ انا شايف ان هم احنا عندنا خط هجوم قوي جدا، لكن عندنا خط دفاع برضو يعني الارقام بتقول انه لا سهل جدا اختراقه. عندنا ما يمكن مركز حراسه المرمى، عرفنا من مداخله امبارح ان هم جابوا جون جديد اعتقد اسمه صلاح زكريا، مفترض انه من الدوري القطري برضو، مفترض انه يعني لحد ما جول كويس، جول كيبر كويس، فيمكن ان هم دعموا المركز ده. لكن تلعب على ايه بما انك انت شايف فرقه الدحيل لو انت ماسك نادي اهلي؟ او انا عن نفسي رؤية. يعني بصراحه هأمن دفاعيا الاول وما استعجلش على انهاء الهجمات. هشتغل على التركيز طبعا على انهاء الهجمه، على التمركز الجيد لخط الدفاع، لان انت عندك اسلحه قوه. طب ما هم برضو فرقه كويسه وعندهم اكيد طبعا اسلحه أكيد. قوه فانا شايف ان الماتش هيبقى صعب. مشوار الاهلي اللي قدمه من بعد الثلاثيه، يعني من بدايه الموسم ده، سواء احنا عملنا ماتش واحد في دوري الابطال او ماتشين، يعني جوله واحده من جولتين سوني دابل في دوري ابطال افريقيا، ولعبنا 8 ماتشات في الدوري المصري. شايف شخصيه البطل، شايف مستوى النادي الاهلي اللي يؤهله انه يحافظ على البطولات اللي حققها السيزون اللي فات، مطمئن من وجهه نظرك ولا لسه محتاجين شغل؟ لا هو طبعا بص النادي الاهلي في بطوله كاس العالم دايما بيأدي اداء مشرف ودايما بيظهر بصوره كويسه. طبعا بصرف النظر عن الجيل اللي كان الاجيال اللي فاتت، يعني جيل بركات وابو تريكه والناس ديت يمكن لعبت تقريبا 3 كاسات عالم او حاجه، فكانوا بيظهروا بشكل كويس. يمكن اخر بطوله تقريبا اللي هي كانت في 2008 يمكن النادي الاهلي الوحيد اللي ظهر كان تقريبا سادس، نهى سادس او حاجه. فالنادي الاهلي بيظهر بشكل كويس
في البطوله ديت، وبتمنى طبعا ان اللعيبه تكون مركزه، ومعظم اللعيبه خلي بالك بتدور على بطولات، يعني معظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا ما خدتش بطولات كتير، يعني ما شبعتش بطولات خالص. أيوة. فاكيد ده هيبقى حافز ليهم ان هم يظهروا بشكل كويس، خاصه ان في بايرن ميونخ كمان في المجموعه وهيتابعوا اللعيبه، فاكيد هيبقى دافع لكل لاعب يطلع كل حاجه كويسه. ما لعبتش انت بمناسبه بايرن ميونخ، ما لعبتش ماتشات مع الاهلي؟ دايما بيلعب مع كبار اوروبا. لعبت روما هنا في اس روما، اس روما، ولعبت باير ليفركوزن في المانيا. يمكن دول كانوا اقوى مباراتين لعبتهم. تقول لي دايما المواجهات دي برضو بتبقى يعني بالنسبه للعيبه للذكرى وللتاريخ زي ما بيقولوا. طبعا كانت مباراة قوية جدا، وكان فيها نجوم كتيرة جدا، توتي، وكان في لعيبة كتيرة في الفترة ديت معروفة في روما. دي اللي كانت في القاهرة صح؟ لعبنا روما مرتين. روما لعبنا مرة هنا. في القاهرة. في القاهرة. باير ليفركوزن ده كان ماتش ودي بقى في معسكر النادي الأهلي، كان في ألمانيا. الفترة اللي جاية كلها ماتشات صعبة، يعني بداية من بكرة ماتش بيراميدز، بعد كده كأس عالم، بعد كده نبتدي دوري أبطال أفريقيا. هل شايف الاهلي محتاج دعم في اي مركز من المراكز من وجهه نظرك؟ هل شايف انه في لعيبه محتاجه دعم من جمهور النادي الاهلي في المقام الاول؟ يعني بتهيألي اكتر دعم ممكن اللعيب ياخده من الجمهور قبل ما نكون بنتكلم على الجهاز الفني او اداره النادي. دعم صفقات ولا دعم صفقات الاول وبعدين نتكلم على الدعم المعنوي. اكيد هو على فكره في خبر ان في لاعب منتخب مصر تقريبا من المنصوره في خط الدفاع تقريبا الفتره الجايه هيكون موجود في النادي الاهلي. انا بتمنى اشوف مدافع بقيمه وائل جمعه في النادي الاهلي. يعني ده اللي انا شايفه ينقص الاهلي. بدر بنون ايه رايك فيه؟ يعني الصفقه اللي اضيفت حديثا في الدفاع لسه برضو لسه ما اندمجش، لسه ما خدش فرص كتير يعني. سواء كلاعب ممتاز طبعا. صفقه كويسه. احنا خط الدفاع عندنا ما شاء الله ما يعني كامل العدد يا كابتن احمد، يعني عندنا بدر بنون، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. انا ايمن كابتن اشرف، كابتن محمود وتولي ان شاء الله يرجع بالسلامه، رامي ربيعه يرجع لنا بالسلامه، سعد سمير موجود. الناس دي بعيده شويه يعني، بعيدة شوية. سعد ورامي الاثنين يعني رامي ربيعه ده مدافع كويس جدا بس بعد شويه فيمكن حظه. لكن انا بشايف ان ايمن اشرف ما ينفعش يبقى مساك او مدافع، هو بيلعب في خط الظهر، بيلعب باك ليفت، لان عنده مشكله في حته القصير الجامب. طبعا المدافع طالما قوي وسريع وبيلعب بدماغه كويس دي بتبقى ميزه للمدافع، خاصه ان انت بتلعب في النادي الاهلي. وشايف انه خط الهجوم بتاع الاهلي بالنسبه لك مطمئن لحد كبير، يعني مش حاسس انه؟ لا انا شايف صلاح محسن حتى الماتش اللي فات نزل كان كويس جدا. أيوة. محتاج بس انا نفسي والله مروان محسن يسجل الفتره الجايه. نفسك مروان يسجل؟ ايه قصه مروان من وجهه نظر كابتن احمد حسن؟ هو مش موفق. مش موفق بالظبط، لكن هو والله مهاجم كويس جدا، وانا لعبت معاه كتير يعني، انا ما اعرفوش شخصيا يعني مش اصدقاء. لكن احنا عارفين بعض، اكيد اللعيبه بتبقى عارفه بعض. فانا كان هو في بتروجيت كان بيعجبني اداؤه بصراحه ويمكن كل الناس عارفه ان هو كان في بتروجيت افضل من النادي الاهلي. لكن هو مش موفق في النادي الاهلي خالص، من يوم ما جه في النادي الاهلي مش موفق. حلها ايه من وجهه نظرك؟ لما اللعيب عموما يعني مش بس كابتن مروان ملهاش حل. انا شايف ان هي ملهاش حل. انا بتمنى ان هو يسجل ويهدف ويكسب النادي الاهلي. لكن لما لعيب يقابله عدم توفيق او باد لك او خاصة أصلا هقول لك على حاجة ويمكن أنت توافقني فيها، هو خد فرص كتير وكم سنة كم سنة أنا بلعب. مش هقول لك رتب لي مهاجمي الأهلي من وجهة نظرك يعني أهم ثلاثة من وجهة نظر أحمد حسن دروجبا، بس أنا عارف إن السؤال ممكن يبقى فيه حساسية شوية، لكن خليني أسألك مين أقرب حد فيهم لستايل لعب كابتن أحمد حسن؟ مين لما بتتفرج عليه بتحس انك انت يعني طريقه لعبه شبه طريقه لعبك او ستايله بيعجبك؟
بتحب تتابعه؟ يعني في لعيبه كوره بتحب تتفرج عليها بصرف النظر بتجيب اجوان او ما بتجيبش؟ طبعا اكيد هو مش موضوع تابع شبهي وكده، لكن انا صلاح محسن لعيب كويس وهيبقى اضافه في الفتره الجايه، بس يشتغل على نفسه كويس، يركز ان هو يكسب الفرق، يركز ان هو يروح على المرمى لان هو سريع وكورته كويسه جدا، فلازم يستغل دي. المهاجم السريع بيبقى عمله نادره، يعني مع احترامي محمد صلاح اللي فرق معاه واللي خلاه وصل للمرحله ديت السرعه بتاعته. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط طبعا طبعا، جزء كبير من موهبه صلاح في سرعته. نفس يعني الكلام يعني صلاح محسن مع الخبره ومع طبعا النضج اللي وصل له وخلاه في حته ثانيه، بس يعني هو موهبه صلاح اساسيه هي بتفرق سرعته. كمان في يعني لما تبقى مهاجم سريع دي بتفرق في الستارت بتاعك للكوره، فصلاح محسن عنده الحته دي، لكن هو لازم يستغلها لان دي برضو موهبه. مستر موسيماني انسجم بشكل كامل، وانت بالتاكيد طبعا مدرب وليك وجهه نظر الى حد ما يعني متعمقه شويه غير اي حد تاني. فكره الناحيه الفنيه لمستر موسيماني، قدم اوراق اعتماده بالتاكيد الراجل من حيث النتائج، ده شيء ما فيش حد ممكن يختلف عليه، لكن شايف ان كوره موسيماني او كوره الاهلي اللي بيقدمها الفريق النهارده هي دي فلسفه او استراتيجيه او طريقه واسلوب لعب موسيماني في العموم، ولا لسه على الراجل شويه؟ بص انا شايف ان هو برضو لسه ما قداش مليون يعني 100% باللي احنا عارفينه، موسيماني بتاع جنوب افريقيا اللي كل افريقيا عارفاه، لكن هو واضح ان هو بيحب اللعيبه بتحبه كويس جدا، في 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 علاقه كويسه بينه وبين اللعيبه. يعني لو اخدت بالك من الهدف بتاع افشل اللي هو الاخير جري، يعني صعب مدرب ما بشوفش مدرب يجري للاعب كده ويبين له فرحته بالهدف، فهو انا شايف ان هو في الحته دي متواضع جدا وكويس قوي، ودي بتبقى ميزه ان انت تبقى علاقتك بينك وبين اللعيبه فيها حب. انا بتهيألي كمان انه الراجل مع النجاحات اللي اتحققت، يعني هو جه في توقيت صعب جدا وحقق يمكن المطلوب منه، هقول كمان صح وزياده شويه، ده يمكن كمان اداله مساحه ثقه اكتر عند اللعيبه بتاعته. المكسب بيدي لك ثقه، شوف انت اخدت بطوله، وخلي بالك البطوله ديت غايبه عن النادي الاهلي من 2008، يمكن اخر بطوله كنت انا فيها 2008 للنادي الاهلي اللي هي كانت ثامن بطوله في دوري ابطال افريقيا. لا احنا خدنا 2012 اعتقد كابتن حسام البدري اللي كملها محمد يوسف، وخدنا كونفدراليه 2013. لا انا بتكلم انا بتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا خدنا 2012 من 2008 ل 2012 غايبه من 2012. يعني أيوة. من 2008 لحد النهارده، فانت بتتكلم شوف في كام سنه ما خدتهاش غير مره، زائد ان انت كمان النادي الاهلي بتنافس دايما على بطوله افريقيا. نقدر نحافظ على الثلاثيه؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كلمه لعيبه الاهلي قبل ماتش بيراميدز بكره تقول لهم ايه؟ انا بص لو انا مكانهم بصراحه يعني عايز اعرفهم ان احنا النادي الاهلي دي رقم واحد، رقم اتنين احنا ما كسبناش بيراميدز لحد دلوقتي من ساعه ما سمي باسم بيراميدز المسمى الجديد. فده دي كفايه ان انا لا ما ينفعش يعني كفايه لحد كده. ان شاء الله باذن الله رجالتنا لاسباب كتيره جدا قلنا في بدايه الحلقه، اهمها تحافظ على صداره البطوله قبل ما تروح تبتدي مشوار كاس عالم، تاخد الثلاث نقط، تبعد شويه بيراميدز المفترض يكون واحد من منافسين الاهلي رئيسيين السنه دي على بطوله الدوري وان كانت الارقام ما بتعكسش ده، تروح قطر وانت بتشارك في بطوله كاس عالم مرتاح وهادي البال، مكاسب كتيره جدا من ماتش بكره، والاهم زي ما قلت لحضراتكم الجمهور مستني انه اللعيبه تقدم مباراه بروح الفانيله الحمراء، ده يمكن يكون المعيار الاول والاخير بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وكل التوفيق لنجومنا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا في السادسه. انا بشكرك طبعا يا كابتن احمد، وانا بس كنت عايز اتكلم في حاجه بسيطه لو في. طبعا مركز طبعاً. شباب انا اللي بشكرك انك فكرتني، مركز شباب سمسطف بني سويف. مظبوط يعني انا ده كانت بدايتي. ده كان بدايتك. انا اساسا من نفس البلد، وكان
كانت المركز شباب دلوقتي هو حاليا بيلعب ممتاز به. بتمنى لهم طبعا التوفيق في الفتره الجايه. في مجلس اداره كمان مركز كلهم شباب في مجلس الاداره، فيهم لعيبه كويسه جدا. هم بس مشكلتهم في الدعم المادي. انا عايزهم يشدوا حيلهم في الدوري الممتاز به، وبعد كده اي حد عنده عروض اي حاجه اكيد مجلس الاداره مش هيقف قصاده. بتمنى لهم التوفيق طبعا في الفتره الجايه. انا بشكرك جدا على يعني النقطه دي، وقلامه الحقيقه دي نقطه محل تقدير واحترام. دايما الناس لما بتروح لبعيد بتنسى البدايات كانت ازاي، لكن حاجه الحقيقه صعب. دي حاجه تحسب لكابتن احمد حسن، ونتمنى الرساله تكون وسط. بشكرك مره تانية، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. شكرا لحضراتكم، هنقابلكم ان شاء الله يوم الاربعاء بقى بعد مباراه الاهلي وبيراميدز، ونتكلم على التحضيرات والاستعدادات لكاس العالم للانديه. تحياتي لحضراتكم.